فكيف ما قلت قبل، ففريق المولوديه الوجديه الحمد لله الان بدينا كنلقاو راسنا في الملعب. فالحمد لله منين جا الاطار السيكازوني، فالحمد لله ولات المجموعه واعيه للمسؤوليه اللي عليها. فالحمد لله بدينا كنلقاو داك التناغم اللي ما لقيناش في اول سنه، وكنتمناو ان شاء الله باش نكملوا في هذا المسار ديالنا، لان فريق المولوديه الوجديه في السنه الماضيه كان بين بانه من الفرق الكبيره، ما بقاش من الفرق اللي كتحسب من الفرق الصغيره. فالحمد لله كنتمناو باش السنه هذه نزيدوا ناكدوا الناس باننا من الفرق ديال الكبيره ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله باش نبقاو مع دوك خمسه المراكز الاولى، نبقاو لاعبين معاهم حتى لاخر نفس ان شاء الله. شنو تغير بعد رحيل ودو وفرق استعان المدرب الاخر؟ كيف ما قلت لك، على حسب كل مدرب والطاكتيك ديالك. فكان عندنا مشاكل في الاولى ما نقدرش ندخل فيها انايا، فكيف كل شيء المغرب كامل كان عارفه. كنتمناو الحمد لله بعد ملي خرجنا منها اول حاجه، وكنتمناو ان شاء الله باش نساوها ونكملوا في هذا المسار هذا اللي غادي فينا، باش حتى ديما ملي كتبقى ترجع للمشاكل والاسباب ديالها فديما غتبقى في ديك الدوامه. الحمد لله خرجنا منها، وكنتمناو ان شاء الله باش نكملوا استمراريه للاعبين، يعطيو داكشي اللي عليهم، وكذلك المكتب ديالنا يعطي داكشي اللي عليهم. وكنتمناو هذا الفريق ان شاء الله غيزيد لقدام ان شاء الله. توجد السنه الماضيه المرتبه الخامسه، نقدروا نشوفوا الان هذه السنه يعني يكون في واحد المرتبه تأهلوا انه يشارك في المقابلات. فكما قلت اخويا قبل، دابا حاليا فباقي الدوره 12، ما يمكنش نقولوا حنا واش غننافسوا على الخمس المراكز الاولى ولا لا. فالحمد لله حاليا حنا باقيين مع خمس المراكز الاولى، كنتمناو ان شاء الله باش نبقاو في هذا المسار، لان دابا يلاه الدوره 12 ما يمكنش نحسبوا دابا شنو ان شاء الله. ديك الساعه يكون الدوره 22 الدوره 23 24، ديك الساعه ان شاء الله غيبان باننا واش غنبقاو مع المراكز الاولى ولا غنكونوا مع المراكز الوسط ان شاء الله. اخويا فرق ديال الدار البيضاء فهي فرق كبيره، اي واحد كيتمنى يلعب فيها. فريق الوداد دوز فيه 18 سنه، فماشي سهل باش دوز فريق الوداد 18 سنه. فكيف ما قلت لك، اي واحد طموح ديالو باش يلعب فرق بحال الدار البيضاء ما فرق كبيره، ولكن حاليا انا عندي التركيز ديالي مع فريق المولوديه الوجديه، نكملوا ان شاء الله هذه السنه ونعطي داك الشيء اللي عندي للفريق هذا اللي حتى هويا حسبته حتى هو من الفرق اللي دوز الحمد لله، وكنتمناو ان شاء الله يكون الخير من القدام. صراحه اليوم كانت مباراه صعيبه بالنظر لواحد الاسبوعين ما تريناناش وكذا، ولكن الحمد لله الدراري كانوا مزيانين اليوم. خرجنا كنا نقدروا ناخذوا ثلاثه النقاط، ما كتبش خدينا نقطه واحده، وان شاء الله التوفيق للدراري في لي ماتش الجايين. واخا شنو تغير فريق مولودية الوجدة؟ يعني شفنا كان كيعاني في اسباب الترتيب، الان فريق يعني كيلعب على خمسه مراكز الاولى. صراحه ما تغيرش بزاف تاع صوالح، غير كونديسيون فيزيك في الفرقه اللي كانت شويه راك عارف، وشويه الخدمه ديال الدراري وتجمع الجروب، والحمد لله امور غاديه مزيان. صراحه الرغبه تاع الدراري عاونت المدرب باش يحقق النتائج والحمد لله.